انتصف الليل في القاهرة. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم. هذه نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة الإخبارية، نقدمها لكم داليا أبو عميرة ومحمد عبد الرحمن. مرحبا داليا. أهلا بكم محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية مع أبرز العناوين. مصر ترحب بإنشاء آلية برعاية أممية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع. بلينكين وجالانت يتفقان على تعزيز الجهود لتسهيل إطلاق السراح المحتجزين في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع. يونيسيف تؤكد للقاهرة الإخبارية أن غزة من أكثر الأماكن خطورة في العالم، وأن الأوضاع الإنسانية لأطفال القطاع تزداد سوءا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. رحبت مصر بإنشاء آلية برعاية الأمم المتحدة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير يعد خطوة مهمة وإيجابية للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع. وقال البيان إن هذه الخطوة رغم أهميتها ليست كافية، لأن القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره السبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء. وأكد البيان استمرار مصر في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة. وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر مشروع القرار رقم 2720، والذي يهدف لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، داعيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال القتالية. جاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقد الفيتو. المزيد في العرض التالي مع رعد عبد المجيد. بعد تأجيل التصويت عليه 4 مرات، مرر مجلس الأمن الدولي القرار ذي الرقم 2720 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية لغزة، بينما فشل في التوافق بشأن تعديل روسي يهدف إلى وقف لإطلاق النار في القطاع بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقد الفيتو. القرار 2720 يطالب إسرائيل وحماس بالسماح وتسهيل استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه لتوصيل المساعدات، بما يشمل التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر كرم أبو سالم الحدودي لتوفير المساعدة الإنسانية بهدف ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والمساعدات الإنسانية بما فيها الوقود والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدات ومساعدات الإيواء العاجل إلى سكان قطاع غزة. وطالب القرار بحماية مقرات المنظمات العاملة في القطاع وكذلك مراكز اللجوء، مطالبا إسرائيل وحماس بتوفير الخطوات المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وموظفي وكالاتها المتخصصة وجميع الموظفين الآخرين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني، دون المساس بحريتهم في التنقل ودخول الأماكن التي يقصدونها. ويشدد على ضرورة عدم عرقلة هذه الجهود ووجوب احترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية.
طلب القرار بتعيين منسق أممي لمراقبة المساعدات وتسهيل دخولها، وأن يقوم المنسق بإنشاء آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة عن طريق الدول التي ليست طرفاً في النزاع، ويطالب بأن تتعاون أطراف النزاع مع المنسق لكي يتسنى له الوفاء بولايته دون تأخير أو عوائق. المنسق سيكون مسؤولاً عن تسهيل وتنسيق ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلاً عن التحقق من الطبيعة الإنسانية لجميع الشحنات المساعدات التي يتم تسليمها عبر الدول غير الأطراف في النزاع. وطالب مجلس الأمن الدولي من المنسق إنشاء آلية أممية على وجه السرعة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست أطرافاً في النزاع. وطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين وكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية لهم، وكذلك توفير الوقود لغزة بمستويات تفي بالاحتياجات الإنسانية المطلوبة لتلبيتها. القرار كرر تأكيد التزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية. إذن القرار الذي كان تمهيداً لوقف إطلاق النار ولو بشكل تدريجي داخل غزة المكلوبة واجه أيضاً سيطرة أمريكية ورفضاً واضحاً لفقدان إسرائيل أي موضع سيطرة، حيث تم تمريره ليكون فقط لتسريع المساعدات الإنسانية دون وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش إن الطريقة التي تتبعها إسرائيل في تنفيذ عملياتها العسكرية في قطاع غزة تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع والذي يسكنه 2,300,000 نسمة. وخلال مؤتمر صحفي أكد غوتيريش ضرورة وقف إطلاق نار إنساني في غزة لإيصال المساعدات. المشكلة الحقيقية هنا هي تلك الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل، إنهم يعوقون دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة. في الواقع إن المساعدة الإنسانية في غزة تحتاج إلى الأمن حتى تستطيع التوقف العمل بأمان وأن تستكمل إيصال تلك المساعدات. هذه هي العناصر الهامة التي لا تتواجد الآن. أولا الأمن، نحن نعمل في أماكن حرب، يوجد قصف مستمر في أماكن مليئة بالسكان مما يهدد حياة المدنيين والعاملين الإنسانيين هناك. دعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وتقديم المساعدات ومنع التهجير القسري لسكان القطاع. وقال منصور إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها. مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة يهدف لتمكينهم من أداء مهمتهم المقدسة لتقديم المساعدة للمدنيين المحتاجين ولإنقاذ الأرواح في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في تجاهل المطالب العالمية لوقف إطلاق إنساني فوري، وتواصل فيه حرمان الشعب الفلسطيني من المساعدة الإنسانية التي يحتاجها بيأس. هناك آلاف الشاحنات التي تقل المساعدات الإنسانية على الطرف المصري. لدينا الإرادة المصرية كاملة والتعبئة لإيصال هذه المساعدات. هناك مليون فلسطيني في حاجة يائسة لهذه المساعدة، رأيتم ذلك في العريش وفي معبر رفح.
فيما دعا مندوب مصر في مجلس الأمن الدولي أسامة عبد الخالق إلى توفير الحماية للمدنيين وإنقاذ الأبرياء وحقن الدماء في قطاع غزة. وقال عبد الخالق إن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية مروعة، مؤكدا دعم بلاده لجهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع. صدور هذا القرار اليوم خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة التداعيات الإنسانية الدامية للحرب على غزة، وضمان استمرارية ودوام نفاذ المساعدات للقطاع دون عوائق عبر آلية تشرف عليها الأمم المتحدة، بحيث لا يترك العمل الإنساني رهينة لإرادة القوى القائمة بالاحتلال، والتي لا يمكن عقلا ولا قانونا اعتبارها طرفا محايدا لتقديم الدعم الإنساني. نتطلع سيد الرئيس أن يساهم هذا القرار في دعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة قطاع غزة، الذي ورغم الجهود المصرية المضنية لتقديم كل المساعدات القصوى الممكنة للأشقاء الفلسطينيين، ورغم اقتسامنا الكساء والغذاء والدواء معهم، ما زال يشهد كارثة إنسانية مروعة لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية. ينضم إلينا الآن من بيروت السيد عمر المعربوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد عمر مرحبا بك، دعنا أولا نعرف رأيك في إمكانية التزام إسرائيل بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي. مساء الخير، تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني هناك تاريخ أسود لهذا الكيان الإسرائيلي في مسألة الالتزام بالقرارات الدولية. ولا يوم من الأيام التزمت إسرائيل القرارات الدولية، وبالتالي أعتقد أن ما وصل إليه يعني مجلس الأمن بعد 78 يوم من القتال في غزة هو أمر يعني يدعو إلى الضحك. يعني في الحقيقة تسريع المساعدات يعني هو قرار بتقديري يحتاج إلى آليات. يعني الآن كيف تنظم الآليات؟ يعني هل تضمن القرار آليات محددة لتسريع يعني وصول هذه المساعدات؟ نحن نعرف جميعا أن هناك أكثر من 15 إلى 20 ألف شاحنة موجودة يعني في الأراضي المصرية تنتظر الدخول إلى قطاع غزة. لكن علينا أن ندرك أن يعني أولى القرارات التي اتخذتها القيادة الإسرائيلية هي محاصرة يعني القطاع بالدواء والماء والغذاء وما إلى ذلك. المندوب الإسرائيلي في ذات الجلسة سيد معربوني قال بوضوح سنفعل ما يكفل تحقيق مصالحنا، يعني وكأنه يصادر على القرار حتى قبل صدوره. هذا المندوب نفسه مزق يعني الكثير من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في جلسات عديدة، وبالتالي دعنا يعني نسلط الضوء على المدير الحقيقي لهذه الحرب. في الحقيقة يعني كيف يمكن لأمريكا أن تكون يعني في نفس الوقت الطبيب والجلاد؟ من يدير هذه المعركة هو الولايات المتحدة الأمريكية. من منع اليوم يعني الذهاب إلى اتخاذ قرار بوقف الأعمال العدائية هو الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أعتقد أن يعني الظروف لم تنضج بعد يعني من وجهة نظر الأمريكيين طبعا للذهاب إلى يعني وقف أعمال عدائية في الحد الأدنى أو تاليا وقف إطلاق نار. وطبعا يعني هذه المسألة تحتاج برأي الإسرائيليين والأمريكيين إلى إنجاز. يعني حتى اللحظة الجيش الإسرائيلي لم ينجز منجزات يمكن أن نسميها حتى بالمنجزات التكتيكية، علما بأن القرارات التي اتخذت حول الأهداف هي يعني خيالية إلى حد كبير لا يمكن تحقيقها. القضاء على حماس، تحرير الأسرى بالقوة العسكرية، تغيير الوضعية السياسية في قطاع غزة. الآن هذه المواجهة أنتجت وضعية شعبية جديدة، هناك مزاج شعبي فلسطيني وعربي مختلف تماما عما قبل المعركة. إذن يعني من سابع المستحيلات أن تستطيع إسرائيل تحقيق أهدافها المعلنة، لأنها أهداف خيالية إلى حد كبير. على هذا الأساس أعتقد أن هناك مهلة
يعني موجودة لدى الإسرائيليين لتحقيق أهداف. كنت سأسألك عن ما تتصوره أنت بشأن المدى الزمني الذي بعده ستعبر أمريكا عن انزعاجها، يعني سيتركون لهم كم أسبوعا آخر من القتل في رأيك؟ في الحقيقة أنا أود أن يعني أطرح مسألة هي المسألة الأهم الآن. لا نستطيع الآن مقاربة الوقائع بأدوات ومعايير تحليل ما قبل 27 في 7 أكتوبر. يعني الآن علينا أن نقارب الوقائع بأدوات تحليل ومعايير تحليل انطلاقا من نتائج 7 أكتوبر. الإسرائيليين مقتنعون بأن ما حصل هو تهديد وجودي حقيقي. نعم هو تهديد وجودي حقيقي، وبالتالي هم لا يملكون خيارات كثيرة في هذا الشأن. السؤال المركزي هنا في هذه المسألة، وقد يحتاج إلى ساعات يعني من النقاش والتحليل، لكن سأحاول بعجالة يعني أن أضع النقاط على الحروف. السؤال المركزي الآن، هل فقد الكيان الإسرائيلي وظيفته؟ نعم هو فقد وظيفته التي كانت تتمثل بعاملين أساسيين، الردع والأمن، وكان يعني أنشئ لغاية أساسية هي ردع المحيط وإخافته يعني وإحداث الرعب فيه وإخضاعه. بالتالي المسألة الثانية هي تحقيق أمن الكيان، الاستقرار، الرفاهية إلى آخره، السلام، يعني الادعاءات الإسرائيلية حول أرض الميعاد وما إلى ذلك. الآن هذا الكيان يعني لا سمح الله حتى لو سقط قطاع غزة، السؤال المنطقي هل سيستعيد يعني وظيفته يعني المرتبطة بالردع؟ بالتأكيد لا، يعني هذا الكيان بات محاصرا بالنار من اليمن، من غزة، من الضفة، من لبنان، من سوريا، حتى من العراق. اليوم سقطت طائرة مسيرة انقضاضية انتحارية في منطقة إيلات أم الرشراش. وبالتالي يعني المعركة بالنسبة لي حتى شعب الكيان الآن يدرك هذه المسألة، لأنه هناك إحصائيات، هناك يعني ستاتيستيك الآن يذهب بنا إلى رقم يعني لم يحصل في الكيان سابقا، 84% من الإسرائيليين مع استمرار الحرب. وبالتالي يعني هذا نابع من انعكاسات ونتائج معركة طوفان الأقصى. أنا تقديري يعني هي تفاصيل الآن، التركيز يجب أن يكون على العناوين الرئيسية. الأمريكيين يعني يتصرفون بشكل طبيعي، لأنه يا سيدي الكريم هذا الكيان قام على دعامتين، الجيش يعني الذي أقيمت له دولة، والدعم الغربي الذي كان سابقا يعني فرنسي بريطاني ومن ثم تحول إلى أمريكي بشكل أساسي. الآن دعامة الأولى وهي الجيش تلقت ضربة قاسمة في 7 أكتوبر، وهذه الضربة تتراكم. يعني اليوم والبارحة تم سحب معظم يعني كتائب لواء جولاني، وهناك يعني نية بسحب لواء كفار أيضا وهو اللواء المتخصص بحرب الشوارع. على هناك حديث سيد عمر عن تذمر بين الجنود. نعم بالتأكيد، لأنه هذه المعركة هناك تخاض يعني بمعايير مختلفة. يعني هذا الجيش جاء إلى المعركة وفي ذهن جنوده صورة رفاقهم الذين قتلوا وأسروا وجرحوا في معركة طوفان الأقصى، إذن هم أتوا إلى الميدان مهزومين سلفا مقابل يعني مقاتلين يقاتلون دفاعا عن أرضهم، حضروا الأرض بشكل جيد، تدربوا، تجهزوا وما إلى ذلك. غير ذلك أيضا هناك معادلة، يعني الفلسطينيين يعني يخرجون من تحت الركام ويرفعون شارة النصر. لم يعني أشاهد استياء، لم أشاهد غضبا، لم أشاهد نقمة. وبالتالي معايير هذه المعركة دقيقة جدا، هي وجودية بالنسبة لأهل قطاع غزة بشكل أساسي، مفصلية أيضا لهم، لكن هي أيضا وجودية بالنسبة للإسرائيليين. إن كانت هناك يعني نتيجة دعنا نقفز إليها سيد عمر لأن الوقت انتهى. المعركة ستستمر أنا بتقديري، طالما أن الغطاء الأمريكي قائم، طالما أن الإدارة الأمريكية قائمة ستستمر المعركة. وبالمناسبة مجلس الحرب الذي يظهر هو من 3، نتنياهو، غانتس وغالانت، لا
لكن هناك شخص رابع وضابط رفيع المستوى يجلس معهم يقول لهم دائما الأمر تضيع. عندما يقرر الأمريكي أن الوقت حان لإنهاء هذه الجولة من القتال سيتوقف القتال وتنتهي. طيب باختصار شديد لو تكرمت سيد عمر، تحليلك السابق لا يغير منه تذكرنا أن إسرائيل دولة نووية؟ لا لا، لا تستطيع إسرائيل استخدام السلاح النووي. أين ستستخدم السلاح النووي؟ في غزة؟ يعني هي ستعلن الحرب في هذا الشأن على مصر. يعني إعلان الحرب على مصر بالتأكيد ليس مسألة بسيطة. ويعني على العموم أنتم يعني في مصر تدركون تماما أن الأمور يعني كما نقول في لبنان على كف عفريت، يعني في العلاقة بين مصر وهذا الكيان. وبالتالي أين سيطلق؟ يعني في لبنان سيصاب هو أيضا، في سوريا سيصاب هو أيضا. سلاح النووي مسألة مستبعدة بتقديري، وعلينا يعني أن نكون واقعيين في المراحل الحالية لنبدأ في مقاربة مسألة إمكانية وواقعية زوال هذا الكيان، لأنه فقد عناصر بقاء. وأعتقد يعني إذا أردتم في مرحلة من المراحل أن نكون في حلقة طويلة لنشرح هذه المسألة، يشرفنا للغاية والله، يشرفنا سيد عمر جدا. سيد الكريم أشكرك شكرا جزيلا، ولنا موعد قريب إن شاء الله. عمر المعربوني الخبير العسكري والاستراتيجي. اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة بارقة أمل في ظل هذا المد العارم من المعاناة. وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن الأزمة الإنسانية في غزة يجب أن تكون أولوية عمل في مجلس الأمن. المجلس اليوم أعطى بارقة أمل في هذا البحر الجارف من المعاناة. اليوم دعا المجلس لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بالوصول الإنسانية الآمن دون عائق، مع اتخاذ خطوات من أجل وقف مستدام للأعمال القتالية. أعلم أن هذه المرة الأولى التي استخدم فيها المجلس وهذه الصياغة التي نراها محورية لتعزيز تقديم المساعدة وتقديم على نحو مناسب واتخاذ خطوات في عملنا معا لتحقيق سلام دائم. رحبت بريطانيا بقرار مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ودعت مندوبة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة باربرا وودوارد إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، كما أكدت تأييد بلادها لحل الدولتين والذي يكفل أمن واستقرار المنطقة. ترحب المملكة المتحدة باعتماد هذا القرار الذي سيؤدي إلى إيصال المزيد من المساعدة إلى غزة، كما ذكر وزير الخارجية في المملكة المتحدة. من المحطم للقلب أن نرى الأطفال تحت حطام منازل مهدمة، لا يعلمون أين يجدون الغذاء ولا الماء ولا يعلمون مكان أهلهم. من المفطر للقلب أيضا أن نسمع قصص أسر لا تزال تعلم أين يوجد أحبائهم الذين أسروا، أخذوا رهائن في 7 من أكتوبر. ومما يحطم القلب ويفطره أن نعلم أن المساعدات مكدسة خارج غزة، ولكنها لا تدخل لتصل لمحتاجها. ونسمع التحذيرات يومية أن الناس يتضورون جوعا، المرض ينتشر، والرعاية الصحية الأساسية ناقصة. رحبت الصين باعتماد مجلس الأمن مشروع قرار توسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وحث مندوب الصين في مجلس الأمن تشانغ جون إسرائيل على وقف هجماتها ووقف العقاب الجماعي الذي ترتكبه بحق الفلسطينيين في القطاع. نحث إسرائيل على وقف هجماتها ووقف العقاب الجماعي، وكسلطة قائمة بالاحتلال فإن إسرائيل عليها واجب أن تحمي شعب غزة وأن تضمن سلامة العاملين الإنسانيين. حضرة الرئيس، ينبغي أن ندرك أن وقف إطلاق النار يبقى هو
الشرط المطلوب فليس إلا وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يمنع سقوط الضحايا المدنيين، وليس إلا هذا هو الذي يضمن خروج الحال عن السيطرة، وهو ما يقدم فرصا لتسوية سياسية بدلا من أن يدمر هذه الفرص بالكامل. ولهذا أيدنا التعديل على مشروع القرار، ونأسف لأن حق النقد استخدم بحق هذا التعديل. قال مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينيتزيا إن الولايات المتحدة تناور من أجل استمرار قتل المدنيين في غزة. وفي معرض تعليقه على تصويت مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، دعا نيبينيتزيا إلى وقف القتال في القطاع فوراً. الولايات المتحدة كشفت عن وجهها الحقيقي مرة أخرى أمام العالم أجمع، وعطلت دعوة ضعيفة لوقف إطلاق النار في غزة. بدلا من هذا فإن واشنطن تلعب لعبة تسمح باستمرار مقتل المدنيين في غزة. واليوم إن منسق الاتصالات بشأن الأمن القومي في البيت الأبيض قال أن واشنطن تفهم ضرورة تخفيف القتال في قطاع غزة، والأمر لهم متى يقررون ذلك. زملائي، هذه لحظة ابتزاز خطيرة على حساب الشعب الفلسطيني. من جانبها، رحبت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لنا نسيبة باعتماد مجلس الأمن قرارا بتسريع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وقالت إن القرار يعد فرصة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيضع حدا لمعاناة الفلسطينيين. فلا ننسى أننا بينما نبدأ اليوم بناء هيكل عمل إنساني لاستجابة لوضع لا يمكن أن يستمر، لازلنا لسنا قادرين على وقف الحرب. لا ننسى أن على الرغم من الضرر الذي لا يمكن حسابه أو الذي ألحق بالفلسطينيين بإفلات كامل من العقاب، يطلب منا معرفة أن الدبلوماسية هي فن الممكن. ولا ننسى أن ما كان ممكنا غير كافي، وهم استمروا بإيمانهم وثقتهم في النظام الدولي. ولكن ما هو ممكن ليس محدد مسبقا، فهو نتاج اختيارات فعلية، خيارات جماعية يختارها هذا المجلس، وهو ما شكل هذا الواقع المظلم، وهو ما يمكن أن يشكل مستقبل مختلف. بعد 30 سنة من الاعتراف بدولة إسرائيل، فالفلسطينيون لا زال ليس لديهم كثير ليقدموه، وظلم الاحتلال مستمر، والمجتمع الدولي متواطئ. وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن، أعلنت إسرائيل أنها ستواصل مراقبة وفحص المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، وأنه لا يمكنها الوثوق بالأمم المتحدة للإشراف على تلك المساعدات. قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة إن قرار مجلس الأمن يحافظ على سلطة إسرائيل الأمنية بمراقبة وتفتيش المساعدات الإنسانية التي ستدخل لقطاع غزة. واعتبر مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة أن تركيز مجلس الأمن على توسيع المساعدات لغزة هو أمر غير ضروري. اتفق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على تعزيز الجهود لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع. وأشار بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن شدد على أهمية منع توسع الصراع وعلى خطوات التهدئة للتوترات بالضفة الغربية، بالإضافة إلى تجنب التصعيد على الحدود اللبنانية.
أكد الاتحاد الأوروبي أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية مميتة، مشيرا إلى أن نتائج مؤشر الأمن الغذائي في غزة هي غير مسبوقة ولم تسجل في أي مكان بالعالم. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن مؤشر الأمن الغذائي في غزة يؤكد أن 100% من السكان يعانون الجوع من جراء الحصار المفروض عليهم من جيش الاحتلال الذي منع وصول أي مساعدات إنسانية أو إغاثية للقطاع. قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن 90% من سكان غزة نزحوا داخليا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. وأضافت الوكالة أن سوء الأحوال الجوية يفاقم المخاوف من انتشار الأمراض في غزة، مما يزيد سوء الأوضاع، وهي أوضاع بالغة الصعوبة بالفعل. وحذرت من أن الوضع الإنساني في القطاع يتجه إلى نقطة لا عودة. قالت المتحدثة باسم منظمة يونيسف تيس إنغرام إن غزة من أكثر الأماكن خطورة في العالم، وإن الأوضاع الإنسانية لأطفال القطاع تزداد سوءا، والعشرات منهم يموتون جراء القصف الإسرائيلي. وفي تصريحات للقاهرة الإخبارية أشارت إنغرام إلى أن العديد من الأطفال في غزة ينزحون إلى مناطق تفتقر إلى المقومات الأساسية للحياة كالماء والطعام. غزة الآن هي واحد من أكثر الأماكن، بل هي أكثر الأماكن خطورة في العالم، ونقول هذا بالنظر إلى النزاعات حول العالم وكيف يعامل الأطفال هناك. الأطفال في غزة أوضاعهم تسوء أكثر، فنرى عشرات الأطفال ومئات من الأطفال يموتون وآخرين يصابون بإصابات بالغة، وآخرين ينزحون من منازلهم ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والطعام والدواء، ويعانون من سوء تغذية وأمراض أخرى. قالت منظمة الصحة العالمية إن 93% من سكان غزة يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة. وحذرت الصحة العالمية من أن تفشي الأمراض المعدية في قطاع غزة سيكون حتمياً بسبب الظروف الصحية السيئة وعدم وجود مياه الشرب النظيفة. أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه ليست لديه خدمات إسعاف في شمال قطاع غزة بعد منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الوقود، بينما تعمل 18 سيارة إسعاف في جنوب القطاع. وفي تصريحات للقاهرة قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إن هناك صعوبة في توزيع المساعدات على النازحين في القطاع بسبب انقطاع الاتصالات. شمال غزة وغزة ليس لدينا خدمات إسعافية بالكامل بعد منع قوات الاحتلال من دخول الوقود إلى تلك المنطقة. في الجنوب لدينا 18 سيارة إسعاف تعمل بقدرة 81 مسعف وضابط وإداري في دائرة الإسعاف. لدينا ايضا مستشفى الامل يعمل الان، ولديه في مبانيه مع مقر الجمعيه في خان يونس 14,000 نازح موجودون هناك. لدينا ايضا العديد من المتطوعين في دائره الكوارث، والتي هي تقوم بتوزيع المساعدات واستلام المساعدات من المعبر رفح البري. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الغارات الإسرائيلية العشوائية حولت شمال قطاع غزة إلى أكوام من الأنقاض. وأشارت المنظمة إلى أن مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ممتلئ بالكامل، فيما يعالج الجرحى في الطرقات وعلى الأرض. نشرتنا مستمرة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. بايدن يوقع مشروع قانون السياسة الدفاعية بإنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار.
أعلنت فصائل فلسطينية استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في حي الزيتون بمحور التقدم شرق غزة، وقصف الحشود العسكرية لجنود وآليات الاحتلال في محيط المطاحن جنوب دير البلح. كما استهدفت الفصائل الفلسطينية جرافة للاحتلال وقوة إسرائيلية بعبوة مضادة للأفراد بعد الاشتباك مع أفرادها شرق مدينة خان يونس، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكدت الفصائل الفلسطينية إيقاع 4 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في عملية مشتركة شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة. تحاول إسرائيل جاهدة وضع خطة لتعزيز ميزانيتها الدفاعية في السنوات المقبلة، استعداداً ربما لدخولها حرباً على جبهات متعددة. الزميلة داليا أبو عميرة تستعرض لنا ملامح هذه الخطة، تفضلي داليا. شكرا لك محمد. هذا عرض ربما لأهم ملامح الخطة التي ستقرها إسرائيل لزيادة الإنتاج العسكري. الحرب على غزة تستنزف الاحتلال الإسرائيلي، ووسط ضغوط مالية صعبة يقوم الاحتلال بإعداد خطة أطلق عليها مع لوت لتعزيز ميزانية الدفاع خلال السنوات القادمة تحسبا لدخول حروب على جبهات متعددة. صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية كشفت أن الخطة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار ما أسمته بالتهديدات المختلفة سواء القادمة من الشمال أو من الجنوب، إلى جانب الحرب المستمرة في غزة، حيث يتطلع الاحتلال الإسرائيلي إلى تعزيز القبة الحديدية والاستثمار في نظام ليزر دفاعي جوي وأرضي، فضلا عن تشكيل قيادة استخباراتية لقطاع غزة. الخطة أيضا تتضمن زيادة عدد الصواريخ الاعتراضية وحشد أعداد أكبر من القوات على طول الحدود وتعزيز عدد الأفراد في الخدمة النظامية سواء الدائمة أو الاحتياطية. أيضا التقديرات تشير إلى أن الاحتلال يحتاج إلى تخصيص مليارات إضافية سنويا للاستعداد للحرب على عدة جبهات، ويأتي ذلك بينما سجلت إسرائيل عجزا في الميزانية قدره 16.6 مليار شيكل بما يعادل 4.5 مليار دولار في نوفمبر فقط جراء حرب غزة. وبنهاية نوفمبر الماضي أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي موازنة ملحقة غير مسبوقة بقيمة 8 مليارات دولار لما تبقى من عام 2023، وتعطي الأولوية لمتطلبات حرب غزة وسط اعتراض عدد كبير من أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلي. الموازنة المثيرة للجدل والتي اقترحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حظيت بتأييد مطلق من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بينما قوبلت بالرفض من حزب الوحدة برئاسة عضو مجلس الحرب بيني جانس ووزراء آخرين ينتسبون إلى حزب الليكود اليميني. الاحتلال الإسرائيلي ينفق أموالا ضخمة على التسليح وتمويل الحرب، فمع بدء العدوان أصدر الاحتلال أدوات دين بقيمة 6 مليارات دولار، كما استدعى مئات الآلاف من جنود الاحتياط، ما أضر بالنشاط الاقتصادي وزاد من الضغط على الاحتلال في نفقات تعويض وإيواء المستوطنين في الفنادق وبيوت الضيافة على نفقة الحكومة. كان هذا عرضا لمساعي الاحتلال لتعزيز الإنفاق العسكري تحت ضغوط تكلفة ضخمة للعدوان على غزة، فضلا عن الاستعداد لحروب محتملة على جبهات أخرى. الآن نعود مرة أخرى إلى الزميل محمد عبد الرحمن لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة. إليك محمد. شكرا داليا أبو عميرة. دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مخيم البريج المكتظ بالنازحين وعدد من الأحياء بوادي غزة للتوجه إلى دير البلح جنوب مدينة غزة. ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صورا للمناطق التي يجب إخلاؤها، وذكر أنه سيتم فتح محور غرب خان يونس من أجل التنقل باتجاه دير البلح بعيدا عن مناطق القتال شمال
وشرق المدينة. الإخلاء الفوري عبارة من يسمعها في غزة ربما يعتبر نفسه سعيد الحظ لأنه نجا من موت مؤكد، ولكن الحقيقة أنه ربما تأجل موته لساعات أو أيام محدودة. الإخلاء الفوري هي الجملة الأكثر تداولاً من شمال لجنوب القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل وتفترش وتفترس أراضي غزة بالكامل من خلال عمليات الإخلاء الفوري تلك التي تقوم بها يومياً لكل شبر في أراضي القطاع. فبداية من عدوان 7 أكتوبر بدأت خطة الإخلاء الفوري من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث ادعت إسرائيل أن الشمال هو معقل تواجد حركة حماس التي تزعم أنها تحاربها. ومع مرور الوقت وإخلاء الشمال بالكامل ونزوح من نجا من قاطنيه الذين يتجاوز عددهم 1,500,000 مواطن إلى الجنوب، إلا أن قوات الاحتلال صارت مؤخراً تلاحقهم في الجنوب أيضاً بتفريغ مناطق الجنوب الواحدة تلو الأخرى، وذلك من خلال إخلاء منطقة كبرى بمدينة خان يونس التي لجأ إليها سكان الشمال والجنوب، حيث تم إخلاء حوالي 20% من مساحة المدينة التي يعيش أكثر من 200,000 فلسطيني في 32 ملجأً بها. ومؤخراً يتم التحذير بالإخلاء الفوري لسكان مخيم البريج المكتظ بالنازحين وأحياء عدة أخرى بجنوب القطاع، حيث أمرت قوات الاحتلال بإخلاء تلك الأحياء والتوجه إلى منطقة دير البلح التي تخلو من أي نوع من أنواع الخدمات، وصار من العسير وربما المستحيل العيش بها. بعمليات الإخلاء الفوري تلك صار يتكدس سكان غزة في منطقة محدودة المساحة تخلو من الخدمات، ولا يمكن أن تستوعب الرقم الكبير لسكان القطاع، وهو نوع من الحصار بخلاف صعوبته، إلا أنه أيضاً غير آمن. فآلة الاحتلال منذ بداية العدوان توجه إلى أماكن تدعي أنها آمنة، إلا أنها تقوم بقصفها بمجرد وصول النازحين إليها، لتواصل إسرائيل سلسلة جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 23 جنديا آخرين بإصابات خطيرة في المعارك الدائرة شمالي وجنوبي قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. قال جيش الاحتلال إن 179 جنديا وضابطا أصيبوا بجروح بالغة الخطورة و302 بجروح متوسطة منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة. وبذلك الإعلان ترتفع حصيلة قتل الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 470 وضابط واحد وجندي، بينما بلغ عدد القتلى منذ بدء العملية البرية على غزة وصل إلى 139 عسكريا. تبنى إذن مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بتسليم المساعدات تسليماً آمناً ودون عوائق إلى المدنيين المنكوبين في غزة، وتهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية. وصوت لصالح القرار 13 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، وكانت روسيا قد قدمت تعديلاً على فقرة من فقرات مشروع القرار حصل على تأييد 10 دول وعارضته الولايات المتحدة، فيما امتنعت 4 دول عن التصويت. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حالة إحباط شديدة لدى قادة الاحتلال من التسريبات الأمريكية لموعد الانتقال للمرحلة المقبلة من الحرب على قطاع غزة، بزعم أنها ستعطي أملاً لحركة حماس. وأوضحت وسائل الإعلام أن التقدم البطيء لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة أحبط الولايات المتحدة، والتي كانت تعتقد أنه سيحقق إنجازاً أكبر في هذه الفترة. توافق الرئيس المصري ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة العمل الجاد دولياً لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بنحو عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين.
وخلال اتصال هاتفي أكد الرئيس المصري لنظيره الفرنسي ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة لحماية المدنيين وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية أن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية والتي دخلت الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح اليوم وصل إلى 96 شاحنة، كما بلغ عدد شاحنات الوقود لست شاحنات. كما أشار مراسلنا إلى وصول 250 من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح ووصول 21 مصابا من قطاع غزة إلى رفح للعلاج في المستشفيات المصرية. دوت صفارات الإنذار في بلدات شمال إسرائيل عند الحدود الجنوبية مع لبنان عقب إطلاق 24 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه مواقع بين مستوطنتي زرعيت وشتولة في الجليل الأعلى. وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بشن جيش الاحتلال غارات جوية بمنطقة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان، كما قصفت مدفعية الاحتلال أطراف البلدات الحدودية اللبنانية. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون السياسات الدفاعية الأمريكي والذي يتضمن مبلغا وقدره 886 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي. وأشار البيت الأبيض إلى أن المشروع القانون يجيز عددا من السياسات مثل مساعدة أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. أعلنت نقابة الأطباء السودانية أن جميع المرافق الصحية في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة بعد عمليات النهب والتخريب الواسعة التي طالت المستشفيات من جانب ميليشيا الدعم السريع. وحذرت النقابة السودانية في بيان لها من حدوث انهيار كامل للمنظومة الصحية في البلاد، خاصة أن مدينة ود مدني كانت تعد مركزاً رئيسياً للخدمات الصحية بعد خروج أكثر من 90% من مستشفيات الخرطوم عن الخدمة. أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن روسيا مستعدة للرد على نشر الولايات المتحدة لصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأضاف ريابكوف أن موسكو تتابع عنكد بتطوير الصواريخ الأمريكية وعمليات النشر المحتملة، وهي مستعدة لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة. أعلنت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا ما صادرت الأصول الروسية المجمدة لديها بسبب الصراع الأوكراني. وأكدت الخارجية الروسية أن على الولايات المتحدة ألا تتوهم أن روسيا متشبثة بالعلاقات الدبلوماسية معها. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولم يتبقى سوى التذكرة بالعناوين. مصر ترحب بإنشاء آلية برعاية أممية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع. بلينكن وجالانت يتفقان على تعزيز الجهود لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع. يونيسيف تؤكد للقاهرة الإخبارية أن غزة من أكثر الأماكن خطورة في العالم، وأن الأوضاع الإنسانية لأطفال القطاع تزداد سوءاً. ختام هذه النشرة وهذه تحيات زميلي محمد عبد الرحمن وتحياتي أنا داليا أبو عميرة، وبعد دقائق تلتقون مع الزملاء حساني بشير ورغد أبو ليلى. شرفنا بكم، إلى اللقاء. إلى اللقاء.